السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبابي في الله، ورحب بكم مجددا على القناة. اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم وصفة من هذه الزيوت التي أمامكم. الخمس زيوت هي لعلاج خشونة الركبة وألم المفاصل بهذه الزيوت وهذه المركب من الزيوت بطريقة بسيطة وسهلة جدا مع بعض النصائح. أحبابي تابعوني بعد الفاصل. فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. إذن أحبابي اليوم إن شاء الله سنتكلم عن خشونة الركبة وتآكل الغضاريف. بنعرف نحن أن مشكلة العظام، مشكلة المفاصل، من المشاكل الشائكة واللي كتير بعاني من هذه المشكلة. ولهيك أحبابي أنا حببت أخصص هذا الفيديو أن أتكلم عن خشونة الركبة وألم المفاصل بالتحديد، ويعني هي أكثر الأمراض انتشارا في فصل الشتاء. فلهيك حبايبي انا يعني حبيت اتكلم انه في ممكن علاجات وفي ممكن ادويه بتخفف هذه المشكله، مثلا مضادات الالتهابات اللي هي نون ستيرويدال، هذه بتخفف هذه المشكله، بتخفف الم المفاصل. كمان في نقطه ثانيه بدي اتكلم فيها، انه ممكن انتم تعملوا كمادات مي بارده راح تسحب هذا الالم. الناس اللي بتحب تعمل كمادات مي بارده على المفصل 3 جولات راح تسحب هذا الالم بصوره كبيره جدا، ويخف عندكم الالم والاحتقان الموجود في المفصل. كمان في ناس عندها مشكله تاكل ما بين الغضاريف، وهذه مشكله تاكل ما بين الغضاريف اللي طبقه الغضروف. احنا زي ما بنعرف الغضروف موجود بين المفصلين، فلما يروح الغضروف هذا وهذا السائل بصير العظمتين يتاكلوا مع بعض في المشي، وبسبب وجع، بسبب الم كثير. فبدك يعني في الى اكثر من حل واكثر من علاج، من ضمنها استعمال هذه الزيوت اللي انا وفرت لكم اياها اليوم امامكم. تمام؟ بالاضافه الى انه تعمل مثلا اذا كان انت عندك سمنه تخفف وزنك، تساعد على تخفيف وزنك، الوقفه طبيعه العمل تاعتك اللي انت بتضلك واقف، لا ما بيصير. بدك تتعامل مع هذه الطريقه بشغله يعني بخطه رسميه ومدروسه. خلينا اليوم في هذه الزيوت اللي بتخفف الالم، بتعالج خشونه الركبه، يعني حسن وبتلطف من المشكلة اللي موجودة عندكم. نبدأ بهذا الزيت، وهو الزيت الأول زيت القرفة، وراح أعطيكم بعض الفوائد عن زيت القرفة. الزيت الثاني زيت النعناع، الثالث زيت الحنظل، والرابع زيت الكافور وهو الأكثر انتشارا وشهرة، وزيت الزنجبيل. هذه الزيوت نعيدها كمان مرة: زيت القرفة، زيت النعنع، زيت الحنظل، زيت الكافور، زيت الزنجبيل. لو أنت استعملت أي واحد من هذه الزيوت راح تخف هذه المشكلة. ولو أنت أردت فعالية أكثر وأردت يعني يكون الإشي ممتاز جدا من هذه الزيوت، بناخذ كمية متساوية من هذه الزيوت، بنخلطها بنحطها في زجاجة كزجاجة العطر، وبنقوم بعمل بخ على المفصل الذي يؤلمكم، وبنعمل تدليك لهذا المفصل. نستعمل هذه الوصفة مرتين في اليوم، مرة صباحا ومرة مساء، والدوام على هذه الوصفة ممتازة جدا، أنا بنصحكم فيها تستعملوها 100%. خلينا نتعرف على زيت القرفة. وللعلم هذول الزيوت كلها من الزيوت الحارة. زيت القرفة ممتاز جدا، كمان للبشرة ممتاز، مخدر طبيعي يستعمل للتخسيس أيضا ولعلاج النقرس، ويقضي على النقرس حالات المفاصل. النقرس ممتاز جدا، القرفة. زيت النعنع أيضا فوائده كثيرة وعظيمة جدا، منشط وبعالج وبخفف ألم المفاصل والأعصاب والشد العضلي. الناس اللي عندها شد عضلي ممتاز جدا زيت النعنع، فأيضا أنصحكم باستعماله. زيت الحنظل أيضا ممتاز، فهو يخفض السكر في الدم ويعالج القولون العصبي، ويستعمل كدهان لآلام المفاصل والعظام والغضروف ومسمار العظم. تمام، هذا هو زيت الحنظل، انا انصحكم ايضا باستعماله. زيت الكافور الغني عن التعريف وفوائده العظيمه والكثيره جدا، نستعمل دهان مرتين، بخفف الالم بشكل كبير جدا. وايضا زيت الزنجبيل. هذه هي الوصفه التي امامكم احبابي، هي لعلاج خشونه الركبه والالم المفاصل كما قلت لكم، مع اتباع تعليمات خاصه بهذه المشكله. لا أريد أن أطيل عليكم أحبابي، أرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تضغطوا لايك أسفل الفيديو وتعليقاتكم لمزيد من التشجيع. انتظرونا إن شاء الله بوصفة جديدة، وإلى اللقاء.